أصدقائي أهلا، صباح الخير. زي ما متعودين كل أسبوع إن احنا بنتقابل في برنامجنا كل الناس نيوز. النهاردة الحلقة، وعندنا كمان يوم الجمعة إن شاء الله في نفس الميعاد من 8 ل 9، انتظرونا في حلقة من كل الناس نيوز. كان فيه الشيطان قرر إنه يترك القرية اللي موجود فيها، فجمع الأبلسة الصغيرين وقال لهم يلا علشان نترك هذه المدينة وهذه القرية. فإبليس من أبلسة الصغيرين قال له طب ممكن بس تخليني أخش البيت ده؟ قال له هتعمل إيه؟ قال له أخش بس. فدخل إبليس الصغير البيت، لقى ست قاعدة معاها بقرة وبتحلب البقرة. فراح جاي هز الوتد بتاع البقرة جامد، فالبقرة اتخضت فوقعت اللبن ورفست الست. الست قامت متغاظة، مسكت خشبة خبطتها على دماغ البقرة، البقرة ماتت. جه زوج الست اللي موتت البقرة شافها كده راح ضربها وراح مطلقها. رجعت لأهلها قالها ازاي عمل كده معاكي؟ راحوا متجمعين وراحوا مسكينه وضربينه. راحوا أهله ازاي يعملوا كده معاهم؟ راحوا متجمعين وراحوا ضربوا أهل الست وقتلوا منهم اتنين. فالشيطان استغرب قوي، ايه اللي انت عملته ده؟ يعني نده الإبليس الصغير، ايه اللي انت عملته ده؟ يعني ده انت، قال له انا بس هزيت الوتد، هزيت الوتد بس، حاجة بسيطة. يعني ممكن من الاشياء البسيطة اللي ممكن محدش يحس انه عمل بيها حاجة يعمل كارثة، يعمل كوارث. تصرف بدون قصد تعمل كوارث، راكن عربيتك بدون قصد تعمل كوارث. الكلمة اللي بتطلع مننا، ممكن تقول كلمة بسيطة مش قاصد بيها حاجة، تجريح، تلميح، تعمل بيها كوارث. قد ايه الاشياء الصغيره ممكن تعمل في حياتنا كوارث، وخصوصا الكلمه. النهارده معانا من يغزل من الحروف كلمات، ومن الكلمات بينسج ابيات بتحمل اجمل المعاني واجمل الصفات. في حب مصر وفي حب المحبوبه له صولات وجولات. معانا الشاعر الشاب. طب قبل ما نقرب في الشاعر الشاب الاول، صباح الخير يا استاذ. صباح الخير محمد، اخبارك ايه؟ ده. شفت والله. ده الكلام ده كله عشان مين بقى؟ علشان الشاعر اللي معانا اللي حب مصر قوي وحب وطنه قوي وكتب فيها دواوين. معانا شاعر بجد الكلمه عنده ليها ثمن وليها حساب، ورغم شبابه ورغم صغر سنه الا انه فعلا بيعشق بلده وبيعشق وطنه وبيعشق مصر. معانا الشاعر هيثم متولي، اهلا بيك. حضرتك منورين، وانا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم النهارده. منورنا. صباح الخير. صباح النور. انت فطرت؟ فطرت. طب صوتك بقى. فطرت. هاي الصوت هيعلى شويه. هيعلى شويه لسه. طبعا الكلمه زي ما احنا قلنا ليها تاثير كبير جدا. اكيد. وليها دور مهم جدا في حياتنا. اكيد. ان شاعر دايما الشعراء بيقدروا ان هم زي ما سوسن قالت بالظبط، يقدروا من الحروف يعملوا كلمه. وكلمتهم مختلفة، وكلمتهم بتعبر عن معاني كتير بكلمة واحدة، يقدر يغزل منها حاجات كتير. أكيد طبعا حضرتك، كلمة مسؤولية. يعني قبل ما احنا بنكتب شعر أو حتى إعلامي أو حتى فنان أو حتى كاتب أو حتى خطيب اللي بيخطب من منبر أو حاجة، الكلمة أمانة ومسؤولية. الكلمة ممكن زي ما حضرتك بتقول ممكن تفتعل، يعني يحصل مشكلة كبيرة جدا بسبب كلمة. الكلمة ممكن تفرق مع وعي جيل، وعي شباب. يكفي ان في احد المحاضرات كنا بنتحدث عن الارهاب في المدارس وكده، طبعا تبع ثقافه دقهنيه، يعني كان محاضره عن الارهاب والتطرف، وتقوم بنت تقول يا مستر انتوا حببتونا في مصر. في ناس بيحاولوا يشوهوا الصوره ويقولوا لنا كلام غلط، والمعيشه والدنيا وبتاع. مجرد انك تبدا تتكلم معاها وكلمه طالعه من القلب مش مجرد كلام. في شعراء بيكتبوا وكل الناس بتكتب، بس اللي بيكتب من جوه وهو ده الفرق. بيوصل للناس، يعني أيوة. عايز تقول ان الكلمه لما طبعًا بتبقى فيها مصداقيه والانسان اللي كاتبها فعلا حاسسها صح، اكيد بتوصل للناس بنفس احساسه، بنفس احساسه، بنفس مشاعره، بنفس احساسه. بس الالقاء هنا بيبقى له دور كمان في إلقاء الكلمة، يعني مش شرط إن الواحد يكتبها، لكن لما يجي يلقيها في مكان أو في محاضرة، هل هنا الإلقاء حتى للكلمة بيفرق؟ حسب روح
حسب روح الشخص اللي بينقي هذه الكلمه. هل هو بيكتب كلام مجرد انقاء او بيكتب كلام حاسس بيه؟ فاذا انا كاتب حاجه وحاسس بيها ومتاثر بيها فعلا، مش مجرد ان انا كاتبها كرفاهيه او ك يعني كاتب حاجه بصيب بيها هدف، كاتب حاجه اقصد بيها اغير، اقصد بيها اوصل رساله معينه، الكلام بيبقى صادق. فحضرتك المتلقي بيسمع الكلام بيحسه. استاذ هيثم، بدايتك امتى حسيت ان انت بتكتب؟ انا بكتب من حدود في حدود خمسه ابتدائي. كويس. خمسه ابتدائي بكتب. هو ممكن تكون درجه الكتابه ما كانش فيها نضج طبعا، ولكن انا يمكن اكون محظوظ شويه ان حصل لي بعض النقاءات وبعض الحاجات. حد الشاعر مثلا الشاعر ابراهيم رضوان اللي كتب مدد شد حنكي يا مدد، كان في احد الندوات عندنا في مركز شباب طبعا شاعر كبير يعني والاسم طبعا، فسمع وبتاع سمعني وكده، ف يعني طمني اداني دفع الامام بعكس ناس كتيره تحبطك احبطتني. لا احبطتني وانا صغير. احبطتني وانا صغير في سن يعني حتى رعايه المواهب، وانا مش هتفرع، بس هو حتى رعايه المواهب مش اي حد يرعى مواهب. صح طبعا. لازم يكون انسان امين. طبعا. لازم انسان يكون عنده يعني سموه في اخلاقه وسموه في تفكيره، عنده خطه لرعايه هذه المواهب. يشاء القدر برضك. وانا طالب في المملكه العربيه السعوديه في الصف الاول الثانوي، كان عندنا الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي. طبعا حد من اعلام. وبرضك حصلت وقعة ان هو كان في مسابقه ادبيه وانا كنت واخد جايزه. فالجايزه بتاعتي كانت مجرد عباره عن قناع ماسك. كان ماسك، كان ايام حرب الخليج وحاجات زي كده، فحظي كده. فنادى علي قال لي تعالى، لان انا ما وزعتش كتاب، انا هديك كتاب كان اسمه صراع مع النفس. دكتور عبد الرحمن العشماوي. فاداني كتاب وقال لي الكتاب ده اهداء مني لك، وانا عاوز انت تبقى شاعر كويس وعاوزك تكتب وبتاع. هي دفعات. الدفع طبعا. ناس بتدفعنا وفي ناس بترجعنا ورا. اكيد اكيد. طب احنا طبعا عايزين نسمع يقول لنا حاجه من الديوان بتاعه انا المصري. انا المصري الديوان اللي تم توقيعه من حوالي اسبوعين او كده. تمام. مبروك الاول توقيع الديوان. ربنا يخليك. انا كان نفسي تكونوا حضراتكم متواجدين، بس انا عارف الديوان اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا ان شاء الله. طب نسمع حاجه منه. سمعنا حاجه بقى من الديوان. انا المصري. انت بتحفظ عموما كويس. طب نسمع. طب انا اتفضل. انا المصري، انا المصري بعود النصر وبعوده، انا الشعراوي وشنوده، انا بطرس وانا جوده، انا الارض اللي تاريخها بعمر كواكب الروضه، وانا اللي بحب اجدادي، وانا اللي مواكب الموضه، وانا اللي خطوطي معقوده، وانا اللي حدودي مسدوده، وانا اللي جنودي رجاله في وقت الازمه موجوده، ولسه يا جوري بشهدلك وكانت صفعه مردوده، تهز المعتدي هزه فينقى المعركه سوده، ده أصل الهجمة مرتدة نيران حمراء وموقودة، يلاقوا الموت مواجههم بعين النسر مرصودة، ولا نخافش ونستشهد، بسيرة طهر محمودة ويسطع من جديد فجري، أنا المصري أنا المصري أنا المتحضر العصري، أنا المصري أنا المصري وأنا الكاتب على قبري، تعيشي يا مصري يا عمري، أنا صوت المكن يزعق، أنا صوت المكن يزعق وعام جاي من بدري، أنا زوين أبهرهم بفمته ثنيتهم حصري، أنا يونيو، أنا أكتوبر إرادة شعبنا تسري، أنا خاين ولا يسوى، ولا يحكمنا مستشري، ولا يحكمنا تاجر الدين، ولا اللي يبعنا العبري، ولا يحكمنا مستعمر وتاريخ كتب مقري، أنا المصري أنا المصري أنا المتحضر العصري. الله الله عليك. جميل. الله عليك. أحسنت فعلا حقيقي. إيه طب أصدقائي، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.
رجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم عن الكلمة وعن الشعر وعن الأدب، ومعنا الشاعر هيثم متولي، وحنسأله ونقول له النصيحة في العلن فضيحة. فعلا النصيحة في العلن فضيحة. أنا لو هنصح حد أو عايز أقول له كلمة، ينفع إن أنا أنصحه وأقولها له قدام كل الناس؟ يعني هل دي مش تبقى فضيحة؟ لو أنا عايز أوجهه، لو أنا عايز أقول له كلمة ياخد باله من حاجة، أنبهه لشيء، ينفع إن أنا أقول له الكلمة دي قدام كل الناس؟ ولا تبقى فضيحة بالنسبة له؟ حسب، هو عموما إذا كان شخص صديق أو كده يعني المفروض تنصحيه، يعني بينك وبينه طالما في صداقة أو كده، أو بتنصحي حد عموما بيبقى الموضوع يعني تخيل حد من الشعراء طفل صغير شاب بيكتب شعر وفاكر ان هو بيكتب كويس وان هو جامد يعني، وانت قاعد بقى في وسط ندوه كبيره جدا وحاسس ان هو محتاج كتير انه يتعلم، هتقول له لا علنا ولا تاخده على جنب كده تقول له لا خلي بالك من كذا كذا كذا؟ انا اوجهه، هو اوجهه يعني اوجهه اذا كان حسب احنا لجنه التقييم او في حاجه او يعني يعني بطريقه برضك يعني مهذبة. بطريقه يعني برضك ان لا انا بس يعني تاخده على جنب كده وتقول له النصيحه دي، ولا ممكن قدام اللجنه وقدام الناس كلها تقول له ده؟ لا حضرتك احنا بنشوف شعراء كبار جدا في شاعر مليون وكذا وبيتناقشوا، احنا بنتناقش بنعرف اخطائنا، حسب برضك انا بوجهه الطريقه يعني بوجهه النقد او التوجيه ده بالشكل ايه او بطريقتي او ملامح وشك ايه او هدف منها ايه يعني. انت قصدك الاسلوب اللي تقدم بيه النصيحه؟ الاسلوب اللي تقدم بيه انت بتقدمه ازاي؟ هو كلام اللي انا عايز اقوله اساسا ان انا يا ريت كلنا لو هننصح حد اخطا دي خطأ عن خطأ يفرق يعني يبقى في جنب كده لوحده، لان لما انت بتقولها له على العلن ده اسلوب حياه، لما بتقولها له على العلن بتحس ان انت فضحته بالزبط. انت ما نصحتهوش. هو عموما احنا انا شايف ان ظاهره التنمر احنا بقينا بنتنمر ضد بعض، تمام. بقت اسهل حاجه عندنا طبعا. ان احنا نشوه بعض، ان احنا نسقط على بعض، ان احنا نضايق بعض ببوست، نضايق بعض بمنشور، نضايق بعض البوستات دي عايزه لها وقفه معلش. لا ما هو لان الناس بتاخد البوستات على يعني أيوة انا ممكن يعجبني بوست عند صديقه فاقوم اخده واقوم انشره، ممكن ما يكونلوش اي علاقه خالص بيا ولا باي شيء في حياتي، لكن مجرد انها حاجه عجبتني فنزلتها. بيك انت قصدك مين؟ قصدك انا؟ لا 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 كل واحد يقول لك انا. ففي ناس تقول لك انت قصداني؟ هو انت فعلا كده؟ ده الموضوع ده بسبب مشاكل كتير حتى من واحد بيكتب بيت شعر. تمام انا احيانا بكتب بيت شعر يعني انا حاجه جت جوايا وبعبر، مش مقصودش حد معين، تمام، موقف معين، ظاهره، حاجه معينه كتبت عنها، ممكن تلاقي 6 7 8 9 في دماغهم ان انا كاتب قصدهم. طب يعني طب يا جماعه نتريث شويه، كان في حاجه انتوا كنتوا عاملين حاجه ممتازه جدا، ان احنا لما نيجي نحكم في مواقف او حاجه زي كده يبقى عندنا ان فعلا بتيجي بعدها تلاقي ان الدنيا كانت دنيا ثانيه، وان بعض الظن اسم بعض يعني الظن اساسا اسم. يعني طب ما تسمعنا حاجه بقى بالظبط. تقول انا عجبني إيه؟ حاجه عنده يا ريت نقولها سوا، قصيده اسمها انا العقرب، وبما اني انا برج العقرب وانا عقرب وانت برج العقرب انا قاعد مع اثنين عقارب بس مظلومين والله. العقرب ده برج طيب جدا 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 بس بشاير هتقول لك هو برج طيب ازاي. نسمع دي العقرب. لنا حال ببص لفوق ولا عايش ومتكهرب، وانا بحب السراب مشنوق وانا عن مر متدرب، ولا قتلاني نار الشوق ولا موجود ومتغرب، وانا بتعبني عشق الذوق وقمت الحق انا العقرب. انا العقرب انا العقرب انا الحقاني لو اضرب، ووقت الجد رجاله وانا بنمن او نهرب، انا الحلم اللي بيقرب وانا الماضي اللي متسرب، إذا اتكلمت تستغرب وأنا صوتنا بيتكهرب، لسان الحق متشرب من الأحرار ومتجرب، ولو طيف العدا قرب تلاقي سمانة بتكهرب، ونفديها بغالي الروح ونعشقها ونتغرب ونرجع تاني حضننها. دي مصر قلبنا أقرب من ولادنا ومش مسموح لخاين منها بيقرب، أنا العقرب أنا العقرب أنا اللي كاشف الثعلب أنا اللي فائس المحتال، أنا الجندي اللي ما يتعب، أنا اللي شايف الملعب، أنا المصلوب على جدارك، وأنا اللي منك وبنارك،
وانا المهموم باحزانك، وانا اللي ما نسي طارك من الخونه وتاجر دين بتبخس بعته مقدارك. انا المرسوم على كفك، انا اللي تحت انظارك، انا صوت حديد حامي وصوت فرسك ونجارك، انا نبض وردامي اذا احتجتين انا جارك. اجيلك رغم الامي واصون عهدك واسرارك. انا العقرب. برافو. الله عليك والله. يعني بجد اولا اداء رائع، تقطيعات حلوه، حاجه في الاداء. يا رب يخليك، يا رب يخليك. في شعراء يا دكتور محمد، في شعراء ما عندهمش، ما بعرفوش ينكوا كتير، ما بيقدروش يعملوا ده، وشعراء كبار. يعني الشاعر احمد شوقي كان بيدي قصايده لحافظ ابراهيم، الشاعر حافظ ابراهيم ينقيها وهكذا. وسيبويه كان عنده يعني كان مش اي حد يقدر عنده ملكه الالقاء. طبعا. وخلي بالك في بعض الاحيان اي حد ممكن يلقي بشكل حلو تستطعم الشعر بتاعك. ايوه ده حقيقي، وكانك مش انت اللي كاتبه. مظبوط. يعني تحس ايه ده، ايه الجمال ده. ده برغم ان النقاد يعني بيقول لك مش شرط ان هو يبقى ينقي، وانا بتعامل مع نص وبتعامل مع جماليات وبتعامل حاجات مش شرط انه، بس هو طبعا ده يعني الانقاء طبعا بيدي القصيده روح. طبعا روح قصيده وروح ان يعني اذا القصيده كانت مكتوبه من جوه. احنا يعني عيب ان انا بشوف في الشعر ان تحول الى يعني مجرد كلام بالنص وخلاص، نقول مس موزون و انا اتمنى ان احنا لما نكتب بروحنا ونكتب لهدف ونكتب نوجه رساله، زي ما الاعلام رساله والشعر برضه نفس طبعًا. النظام طبعا رساله اناقش قضايا مجتمع. تمام. النهارده انت قلت لي في بره ان انت عامل مفاجاه للفنانه سوسن. استاذ سوسن تتامروا عليا. هو وانت قاعد قبل بس من هي قصيده كان في عيد ميلاد الاستاذه سوسن. تمام. والله كانت كنت كم انا مش ما بكتبش شعر لاي حد كويس من عادتي ان انا مش اي حد اكتب فيه شعر، ولكن انا دايما لما بشوف حد عنده عطاء، حد عنده نقاء، حد بيحب الناس، تمام، حد تواضعه ده انا بعتبره يعني بعتبر التواضع في حد ذاته كبرياء. تمام. فهقولها بس وممكن نبقى ماشي قدامها كده. يا مهمة في كل الحاجات لو غبت 16 سنة يفضل تاريخك تاج عطاء يا نية صافية ومؤمنة، يفضل تواضع الكبرياء خل من أماني ممكنة، سوسن ربيع الالتزام في زمن وشوش متلونة، سوسن وذا ذكر الوفاء ذكر النبي لا سوسنة. الله لا كتير كتير والله كتير. يعني لا حاجة كده بعد حاجة بسيطة. ورينا بقى الصورة بعد الكلام الحلو ده. الله. يعني عايز على فكرة خلينا نوريها لل انتقانة للكاميرا جميلة. ايوه لوحة فيها بعض أعمالي الفنية الحقيقة، وفيها هو فعلا تاج عطاء. يعني هو كلمة في محلها يعني لازم توعدنا أولا إن أنت هتبقى معانا في حلقة تانية إن شاء الله. طبعا بجد يسعدنا إنك تكون موجود في حلقة تانية علشان تعملوا تقطعات تانية في حاجات تانية نسمعها. شعر تاني. معانا الفقرة اللي هنطلع بيها فاصل. معانا الأستاذة نعمة دلور رئيسة مجلس إدارة سبا أفرو الدايت، هتبقى معانا في الفقره. قبل الفاصل هنسمع الفقره اللي موجوده وهنطلع اعلاناتنا وبعدين نرجع تاني بعد الفاصل. بس قبل ما نطلع بنشكر الشاعر الجميل الاستاذ هيثم. نورتنا. ربنا يخليك. انا سعيد جدا بهذه الدعوه وتشرفت بوجودي مع حد بيقدم اعلام هادف. احنا محتاجين نسمع حد بيناقش قضايا المجتمع بصدق. ان شاء الله توعدنا ان انت موجود معانا في حلقه تانية. انا سعيد طبعا. وبس حابب في حد انا بشكر الشاعر محسن الخضرجي. ما احنا بنتكلم عن الوفاء دايما ويبقى عندنا وفاء، فما ينفعش نبخس الناس اشياءهم. تمام. الشاعر محسن الخضرجي كان لي في 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 مسيرتي كتابتي مواقف جيده. يعني هو قال انا هيثم بحث عن الشعر اللي جواه مره اخرى، هو شاعر قديم وجديد. فانا بوجهه الشكر ان هو كان بيدفعني للامام. بنوجه الشكر. احنا كمان بنوجه له الشكر معاك. كل الشكر و...
اي حد بيعمل في فرع الثقافه فرع ثقافه الدقهنيه بجد، استاذ عاطف اميره، اشرف استاذ اشرف ابو جليل طبعا، نادي ادب بني عبيد، الناس الجميله، استاذ الحسيني خلف، استاذ عطيه ابو حلاوه، الحقيقه كل استاذ احمد سالم، كل الشعراء الحلوين. انا استاذ يا حد ما فيش حد علشان عشان ناس يا جماعه بشكركم كلهم. سعيد بوجودي معاكم جدا، واحنا كمان طيبين، ويا رب دايما كده تقدموا اعلام هادف احنا محتاجينه ان شاء الله. ان شاء الله شرفتنا. اتشرفتنا يا استاذ ظهير. اصدقاء نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. اوكي، افرودايت سبا هو اول سبا اند ويلنس سنتر من سنه 2004. احنا كنا حتى بنشرح للناس يعني ايه سبا، الناس ما كانتش فاهماه قوي، لان هو ما هوش بيوتي سنتر، ما هوش كوافير، هو الويلنس سنتر، هو بيدي راحه نفسيه للمراه وبيجدد لها كل خلاياها وكل حياتها ويغير لها كل نظامها بطريقه عيشه. اتس اللايف، هي الفكره ان هي بتيجي حتى لو مش هتعمل حاجه، لو تقعد تسمع مزيكا، تقعد تقرا في كتاب، تبقى قاعده مرتاحه. فالمهم اتس لايف ستايل. الويلنس سنتر سبا افروديت عباره عن كذا برانش بيشتغل مع بعضه لتنشيط المراه بحيث انها تطلع من هنا ومرتاحه، لان طالما السيده متظبطه البيت كله متظبط. فاحنا بنفكر دايما ان نبتدي نغزلها شعرها، نبتدي نظبط لها بشرتها، وبعدين كل واحد على حسب سنها طبعا، العشرينات ليهم نظام، الثلاثينات ليهم نظام، الخمسينات، اللي فوق السبعين، الثمانين، كله بيشتغل على 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 البشره مختلفه. بنظبط مش يعني هو مش ماشي ان هو كل حاجه زي الثانيه، لا، كل واحده ليها نظامها. وطبعا البرودكت بتاعنا كله مستورد على اساس ان احنا في انا اصلان ده برودكت بيظبط الخلايا بتاعت البشره والخلايا بتاعت الجسم. وهي المنتجه دي كانت توفت 90 سنه وهي كان شكلها 30 سنه. ده البرودكت اللي احنا بنستعمله، كلها حاجات طبيعيه. بنبتدي نشتغل على لايف ستايل بالنسبه للاكل كمان، اتس دايتيشن، ما هوش ريجيم. هو عندنا دكاتره جلديه ودكاتره تخسيس ودكاتره نفسيه ودكاتره بتظبط النفسيه بتاعت المراه عشان تقدر تتقبل انها تعمل اي ريجيم او اي رياضه بحيث انها تبقى مبسوطه، لان الناس تبقى نفسيتها كمان مرتاحه. بنعمل لايف كوتشنج، بنعمل علاج طبيعي، بنعمل اجهزه بتساعد مع مش عايزه اقول الريجيم، اللايف ستايل اللي هي بتشتغل عليه بحيث انها تبقى حياتها شغاله وحياتها للاحسن، دايما حياتها للاحسن، زائد الرياضه، زائد الاجهزه المساعده، كل ده هو بيساعد المراه ان هي تتقدم وتدينا اكتر. طالما متظبطه البيت كله اتظبط، وفي جاكوزي خاص بيهم، وفي حمامات مغربيه، وفي ساونا، وفي ستيم، وفي كل حاجه تهم المراه.